عودة نحن وياكم مشاهدينا لمتابعة فيوتشر سبورتس، ورح نفتح صفحة الأخبار الدولية. ولأول مرة كرة القدم، لأول مرة بكل ما للكلمة معنا، عم بتكون عادلة. ليش عم بتكون عادلة؟ مع احترامي لكل جمهور برشلونة، لأنه أتلتيكو مدريد كان عم يربح لقب الدوري الإسباني للمرة الأولى من سنة 1996، وللمرة العاشرة بتاريخه بعد ما انتزع التعادل على أرض برشلونة بنتيجة 1-1 بالكامب نو بمنافسات المرحلة 38 والأخيرة. وكان برشلونة مطالب بالفوز للاحتفاظ باللقب، ولكن هذا الشيء ما صار. وأكيد ريال مدريد كان ربح على إسبانيول 3-1، فالنسيا على سيلتا فيجو 2-1. احتفالات جماهير أتلتيكو مدريد باللقب استمرت حتى ساعات الفجر الأولى، ونشوفها سوا. نهار السبت كمان كان عم تشهد مباراة حلم بالنسبة لكل جمهور كرة القدم، ولكن مرة جديدة بيب غوارديولا وبايرن ميونخ بيقدروا يحرزوا لقب جديد. هالمرة كان كاس ألمانيا للفوتبول للمرة 17 بتاريخه والثاني على التوالي. بايرن احتفظ باللقب بفوزه على بروسيا دورتموند 2-0 بعد تمديد الوقت. واللي استعرض بهالمباراة اللي صارت على ملعب الأولمبي ببرلين هو اللاعب الهولندي أريان روبن وتوماس مولر اللاعب الدولي، يلي احرزوا هدفي اللقاء لحقق النادي البافاري الثنائيه يلي هي الدوري والكاس. بدوره كان عم يفك ارسنال صيامه عن الالقاب ويصعد الى منصه التتويج للمره الاولى منذ العام 2005، وذلك بعد ما توج بطل لكاس انجلترا بفوزه على هال سيتي بنتيجه 3-2 بعد تمديد الوقت بالمباراه النهائيه اللي احتضنها ملعب ويمبلي. ويدين فريق المدرب الفرنسي ارسن فيندر باحراز اللقب الى الويلزي ارون رامسي اللي سجل هدف الفوز في الشوط الاضافي الثاني من المباراه ليتم تتويج ارسنال بلقب الكاس ويعادل الرقم القياسي لعدد القاب المسابقه المسجل باسم مانشستر يونايتد وهو 11 لقب. وبأخبار التنس، جرد الصربي نوفاك ديوغوفيتش خصمه الإسباني رافائيل نادال من لعب بطولة دورة روما الدولية، خمس دورات الألف نقطة للماسترز يلي بتبلغ جوائزها أكثر من 3 مليون يورو، حيث تغلب عليه بالمباراة النهائية بمجموعتين من دون رد بواقع 4-6 و6-3 و6-3. ويذكر أنه هذا اللقب هو الثالث لديوغوفيتش بهذه الدورة بعد ما توج فيها عام 2008 على حساب فارينيكا، وبال2011 على حساب نادال أيضا. ولدى السيدات احتفظت الأمريكية سيرينا ويليامز بلقب فردي سيدات لدورة روما بفوزها في المباراة النهائية على الإيطالية سارة إيراني بمجموعتين بدون رد وبنتيجة 6-3 و6-0. بالختام بدي اذكر انه فيكم تتواصلوا معنا دائما عبر صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر، ولمتابعه اخر الاخبار الرياضيه عبر موقعنا www.futuretvnetwork.com/sport، وفيكم ايضا تحضروا جميع حلقات فيوتشر سبورتس عبر الموقع www.futuretvnetwork.com. نرجع انا وصبحي بنقول شكرا لكم، ومنبارك مجددا لفريق نجمي باحرازه اللقب الثامن بتاريخه. تصبحوا على خير.